شاعر متميز في قوة أشعاره وعذوبة كلماته، فرض نفسه في الساحة الشعرية. تميزت أبياته يعني بازدهار المعاني تطرب لها الأذان. الأمانة شاعر جميل، الليلة راح يكون معانا، راح تسمع نسمع ومن قصائده اللي اختارها، وشيء الجديد اللي هو وعدنا فيه إن شاء الله راح يقدمه لكم ويقدمه حق جمهوره، وأيضا نأخذ معاناتهم اليوم كشعراء في مشاركاتهم بالمهرجانات المحلية، كون احنا مقبلين على شهر فبراير والاحتفالات الوطنية وغيره. فبالتالي دور الشعراء اليوم، هل هو فعلا مهتمين فيهم أو للأسف يجب أن يكون هناك معرفة خاصة حتى يكون شاعر في إحدى هذه المهرجانات؟ ضيفنا الجميل الشاعر أحمد براك الحمر، مساك الله بالخير أخوي أحمد، حياك الله. مساك الله في النور يا أخ راشد، والله يحييك أبو تركي. حياك الله وسعيدين بلقانا معاك ونتعرف معاك ومع المشاهد الكريم، نبي نعرفه على الشاعر أحمد واللي حاب يتعرف عليك. نقول بدايتك الشعرية متى كانت؟ بدايتي الشعرية تقريبا 2003 أول أبيات كتبتها. في 2006 كانت انطلاقة أحمد براك الحمر، ولكن انطلاقة متقطعة. كيف متقطعة يعني؟ يعني أطلع شهر أغيب سنة. ليش؟ لحد 2012 تقريبا هي بدأت ظهور أحمد براك الحمر للإعلام. يعني أنت تحسب عمرك الشعري من 2012؟ إذا تحسب عمرك الشعري كإعلامي خارج المنتديات وخارج بس بالجرائد وداخل المنتديات القبيلة موجود بس إعلاميا وخارج يعني المنتديات والأمور هذه ب 2012 تقريبا. وفي شاعر يعني عنده، كل شاعر له عمرين، في عمر البدايات وفي عمر يقول هني الانطلاقة. تبغون تحسبون عمر الشعر يحسبوه يا جماعة من هالتاريخ الفلاني، أنا هني بالشعر موجود. أنا تقريبا أخ راشد أقول بكل لقاء بداية انطلاقتي الشعر. كل لقاء لأن الشيء القديم خلاص انتهينا منه. كأمور يعني تمر على أحمد براك الأحمر كانقطاع يعني قبل سنة، فالناس تبي جديد أحمد، ما تبي قصيد أحمد اللي قبل سنة. فكل عام لهم انطلاقة إن شاء الله جديدة مني أنا لهم. وشنو تختار اليوم؟ في شيء جديد وحصري عندنا أول والله مرة؟ إن شاء الله تفضل، شنو تختار؟ خلنا نسمع. بسم الله. يقول على طاري يا الأمال يا مركب الربان، أمالي بدت تكبر وأنا أقدر أحققها، لو إن الطريق اللي سلكته بدون أمان، أمالي قدم عيني ولا أقدر أفارقها، ودل الطريق اللي يودي على الأوطان، ودل الطريق اللي يودي على الأوطان، وظروفي أغربها بكيفية وشرقها، عيوني على القمة وأنا شاعر أن بطران، وظنون الأوادم ماني والله أعمقها، ولاني بحاجة من يدور على النقصان، فعوله تسير خطوته كان عانقها، وضعيف الروابع لو يطول الزمن خسران، علومه يدنيها وفعولها يلفقها، وجيه انت عاتبني على فتحة البيبان، عسى الله يوفقني وعسى الله يوفقها وسلامتكم. صح لسانك، صح لسانك، عسى الله يوفقك ان شاء الله ويوفقنا معك. الله يجزاك. احمد، اغرب الشعر يعني القريب الى قلب احمد الحمر. دايم طقوسي يا اخوي راشد على العتاب والفراق. إيه، فالشيء الخاص والخاص بأحمد براك ما أطلع على الإعلام للأمانة. فكل قصيدة تطلع للإعلام من أحمد براك تكون من وحي الخيال. من الخيال. لكن القريب إلى قلبك دائما وتكتب فيه هو العتاب. العتاب والفراق. إيه. هذا الخط اللي أنت ماشي عليه. الخط اللي أنا ماشي عليه. ما حاولت تكتب مدح، ما حاولت تكتب ذم، مدح وطلعت منابر يعني. الكويت بالموروث الشعبي ختامه، وطلعت بقبيلة العوازم في مزاينهم، وطلعت يعني بعديد يعني من المحافل هذه، لكن أحمد يلقى نفسه بالمكان هذه. ولا القصائد المدح لو نبيها كل يوم، لو تبي 10 قصائد نجيب لك 10 قصائد، ما عندك مشكلة. اليوم في دخلاء في عالم الشعر أيضا من الشعراء ولا ينكشفوا بسرعة؟ والله ما يطولون، شبيهين الشعراء ما يطولون. متواجدين يعني أحمد؟ متواجدين. إيه متواجدين بيها. كل شهر يطلع لك واحد. كل شهر يطلع لك واحد. هذا إذا مو كل أسبوع. شلون يكتب قصيدة؟ ما يكتب قصيدة. يكتبوا له. موجودين يعني. متواجد. أنت تبيع قصايدك؟ والله أنا ما أبي أعطي للأمانة.
يعني اعطيت قصائد في اسماء حطيت ثانيه طبعا. قصايد يعني مو باسماء ثانيه، يعني يجيك واحد ويقول لك ابي منك قصيده بالموضوع الفلاني، يعني في شيلات بعد عديده. لكن يقول بحط اسمي عليها. يقول باسم القصايد بس يعطيه، يعني ما عندي مشكله. فاجي واطلب منه فلوس، وهذا انا ما عندي الامور هذه. فالامور الشيء الغالي عندي راشد، حط يعني الشيء هذا ببالك، والمشاهدين يحطون الشيء هذا ببالهم، الشيء الغالي عندي مستحيل اعطيه احد. يعني في شيء غالي من كلماتك وفي شيء رخيص؟ في قصيده عندي جاني شخص وطلب مني القصيده مقابل مادي. مادي، فرفضت الشيء هذا، فزعل علينا، حتى السلام يمر من عندنا ما يسلم والعياذ بالله. انزين، انت في قصائد عندك تقول عزيزه عليك هذه ما تعطيها احد؟ ما اعطي احد لو ملايين. وفي قصائد بالنسبه لك يعني غير عزيزه عليك ممكن تعطيها اي احد؟ مو لا عزيزه القصائد عليك يعني ورخيصه عندك ولا شنو؟ شوف مو عن رخيصه، دائما المشاعر غاليه عند الرجال. بالضبط. بس انت لما تجيني يا راشد تقول لي احمد ابي منك ابيات، اقول لك من عيوني شنو موضوعك، اكتب لك اياها. ها يعني قصدك انسان عزيز عليك ايه يعني اكتب لك يطلبك اياها. احمد ايه طلبتك ابي تكتب او لي يجيني ابيات. شخص اعرفه يعني معرفه خاصه، ويعني مو قريب عاد من المقربين، يجيني يقول ابي منك اربع ابيات في الموقف الفلاني، نكتب. عرفنا وصلت الفكره، لكن انت تقول صارت شيلات. صارت شيلات في وصارت قصات صارت ارغامه شيلات وعلمت وصارت مع ارغامه. الناس. ايه فيها عندي قصيده اخوي راشد من سبع ابيات تقريبا. تبي تقولها؟ لا طلب مني شخص القصيده هذه، دزتها له على على يعني حسب بيقراها ولا هذا، من بعد اربع ايام انشالت القصيده باسمه. باسمه؟ باسمه. ولقيت صدى عند الناس. ولقيت صدى عند الناس، فلما كلمته يعني انا استحيت والله، جاب لي ناس وجهه وهذا، صديت عنه يعني من بعدها خلاص ما عاد ادز للشخص هذا، ما عاد ادز له. اذا ما اقدر نعرف ابياتها لا هذه مستحيل ما تقدر تقول. مستحيل. هذا منك انت يعني موقفك الخاص فيك بانك انت سامحته وعذرته في هذا الله الجانب. يوفقه وعسى الله ان شاء الله يطرح فيه توقع البركه راح ويشيله. يكشفون الناس بعد فتره؟ هم كاشفين الناس. طيب احمد شنو تختار لك من قصائدك الجميله شنو تسمعنا؟ خلني اخذكم عن المدح. و تفضل. يقول يطول انتظاري وانتظاري بدا ينهار، على واحد لا طال ليلي تمنيته، اعطيته غلا واللي اعطيته بدون اضرار، وقلب اعطيته من عن الوقت عنيته، علي الحرام انك وجعت الضمير، وصار بداية حزن واللي حصل ما تقاويته. تقول ترى صدك المجبور ما يلفت الأنظار، ما يلفت نظر عيني سوى حبنا انهيته. تقول العمر فرصة، أقول الزمن دوار، ترده سنينك والهجر ما تناسيته، على الهون يا جرح الغياب، على الهون يا جرح الغرام الشحيحة البار، أشوفك تحب الجرح والسيف سليتها، خايل بريق النجم ليته بدون اعذار، ويزيد الندم وعض الابهام لطريته، يعانقني النسيان وعانق الافكار، ولا عاد تفكيدا على الحب سريته، يا ذكر الغرام اللي انتهى باخر المشوار، بنسى الغرام اللي ضماني ولا جيته. سلامتك. صح لسانك. صح الله يدعنك. في شيلات خاصه لك احمد ولا انت مو عديده معشرة؟ عديده شيلات. شيلات من كلمات احمد من كلمات الحمر. إيه تقريبا 20 الى 25. ما شاء الله. تختار الشخص اللي يشيلها ولا هم اللي اختاروك؟ والله الاغلب هم اللي يدقون على احمد ويطلبون منه قصايد، وفي ناس ما اعطيهم والله يا خلاص. في شيلات ناس اصحاب اصوات يشيلون؟ إيه جميله تكلمني واعطيهم. ما في منشدين يعني ما إيه تعطيهم؟ منشدين. لا في منشدين ما اعطيهم، يعني ليش؟ يجيك واحد صوته بيصير منشد علي على كلماتي، فالصوت يعني ما في احساس للقصيده نفسها. منو بحاجه الثاني اليوم احمد، المنشد ولا الشاعر؟ والله الاثنين يا راشد. الاثنين؟ الاثنين بحاجه بعض. احنا شفنا بالبدايه كان ابو المجان، اليوم لا ما في بالمجان، اذا في شعره يقول لك ابي فلان يشيله يقول انا اخذ منك، هو حق مشروع في النهايه، هو لكن في البدايه كان مجانا يعني يقول. فسابقا كان المنشدين يجون يطلبون من الشعراء، الحين نعم. العكس. فانت اذا تبعت المنشدين راح يطلبون منك الشيء هذا، لانهم راح يستغلونك، بس اذا بعت عنهم هم اللي راح يجون. انا ما ابي اخلي احد يزعل عليك، لكن في النهايه انت شاعر ولك نظرتك ولك رؤيتك، اليوم من تشوف في الساحه من المنشدين اللي فعلا متميزين ولهم جمهورهم حابينهم، وتشوف المنشد فعلا قاعد يقدم الوان مختلفه. والله الالوان يعني منشدي اذا ما تزعل بتزعله. تقدر تبعدني عن الشيء هذا ما في مشكله، إذا تقدر تبعدني عن الشيء براحتك، ما تبي تذكر من المنشدين اليوم بالساحة؟ لأن يعني ما أبي بالساحة. أذكر أحد وأخلي أحد.
بس انا اشكر يعني المنشدين اثنين، انا ما راح اقول انهم افضل المنشدين، ولكن بس اشكرهم يعني النجاح الاعمال اللي بيني وبينهم يعني سبب الصدى في الساحل، اللي هو المنشد علي البريكي والمنشد حمد العازمي. يعني انت تعاونك بس مع عوازم؟ لا مو مع عوازم، محمد الدلان، اي تعاونت معهم. الجديري، كحلان عنزه، في قصيده جديده صوت اليمن احمد مهدي، نعم، وفيه عند حمد العازمي وعلي البريتشي، وفي يعني منشدين عديدين تعاونت معاهم. ايه تعاونت وياهم انا ما من بياخذ الموضوع داخل كله، القبيله وخارجها. اسال الله يوفقك ان شاء الله. انا ما بياخذ عليك اسئله كثيره من غير ما اسمع قصائد، فشنو حاضر تختار لنا من قصيده؟ بجيبكم جديد. جديد، تفضل. اي وبعد من بعد عاد بناخذ من الشيف القديم، يقول محروم من شوفتك عامين ما شفتك، يطول صدك عن عيوني ويا قشرة طيفك السام من خيالي، ما بعد عفتك ولا قد عن سلسلة أفكاري في المرة، كنا المشاعر مع غيابك محالفتك، لا زادت أشواقي زادت بعدها الحرة، شفني معك ساتلك ما يوم سولفتك، عند العواذل وقلبي ساتل إنها سره، ولو عند العواذل وقلبي ساتر ان سره في الحب، ما يوم من امرتك وكلفتك، عذرك معك والعذر في خيرها وشره، يا داعج العين لو في الحب ما انصفتك، ما شفتني في غرامك حلوها ومره، حتى مع غلطتك ما يوم خالفتك، معك معك والوصف فوضت لك امر. صح لسان، معليش لان القصيده جديده ما جديده وماني ما يلام القصر. أنا أمانة الوقت سريع جدا معك، لكن أنا ما بأختم إلا بقصيدة أنت تختارها الختام لجمهورك، فأشكرك أنا لقبولك الدعوة، وشكرا على تواجدك معنا الشاعر أحمد براك الحمر، وإن شاء الله نشوفك في المهرجانات المحلية تعتلي منصة المسرح أمام جمهورك إن شاء الله. الله ربي يوفقك. فكلمة الختام أتركها لك، شنو حاب تقول بالختام، وأيضا شنو القصيدة اللي تختارها؟ أشكرك أخوي راشد، وأشكر من دعم أحمد براك الحمر، وأنا من دونهم ولا شيء، وهم عاد يعذرون إذا جاء منك صور، وحنا دائما إن شاء الله نتمنى الشيء اللي يجملنا ويجملهم عند الناس. دائما مجمل، واليوم تضيف عزيز كريم معنا. الله يعزك. فشنو تختار المعاد من القصيدة تختم فيها هاللقاء؟ أبي أجيب لكم قصيدة قالية على قلبي. تفضل. يقول أجمل هوانا يا هوى الروح الأحلام، ولا الحقيقة عايشين بكآبة، كتمت ما بي من همومي والأوهام إلا على حبر القلم والكتابة، واليوم قلبي في سما ضيقته حام، الضيم ضامه والمفارقة سطابه، ما شفت في حبه سوى هم وهيام، وجرح الغياب اللي بدأ وانتهابه، الحب راح ولا بقى غير الآلام، وهم بقى في القلب محد درابه، والقلب كنه ساكن دار الأيتام، عاش العمر بحزان والضيق صابه، الله يصدني عقب مرة الأعوام، ويفرج على قلبنا غرامه فدابه، بصبر عسى الافراح بالدرب قدام، وانسى وليف ذبني في عذابه، خلاني يسهر والملا عكسي نيام، من نامه عيوني نبى الحلم جابه، ونادينا الحب لو حلم ما دام، لابد ما يكفي وتلحل او تكفي اركابه، لا شك ابقى واشعل شموع الاحلام على وليف الراح وابطى غياب. سلامتك. صح لسانك، صح لسانك. شكرا الشاعر احمد براك الحمر، شكرا جزيلا. العفو يا اخوي راشد. مثل ما عودناكم هالفاصل المرة في الحلقة مختلف تماما مع فرقة التخت الشرقي، تفضل.